أفاد مراسل الحدث بمقتل أكثر من 40 شخصا على الأقل في قصف إسرائيلي على حي التفاح ومخيم الشاطئ في قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على بنيتين عسكريتين كانت تستخدمهما حماس في منطقة مدينة غزة. وأضاف أن هدف العملية في مخيم الشاطئ هو اغتيال القيادي في حركة حماس رائد سعد الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مقتله. هذا وأعلنت سلطات غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 37,550 قتيلا، فيما يقترب عدد المصابين من 86,000. أحزاب ناري ضربوا. من دير البلح وسط قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أهلا ومرحبا بك معنا أسامة. أسامة، هل تضعنا في آخر التطورات ما يحدث الآن؟ نعم، ارتفع عدد ضحايا المجازر الإسرائيلية في مدينة غزة على مدار الساعات القليلة الماضية إلى 50 ضحية ومئات الإصابات تحت ركام المنازل المدمرة في مدينة غزة. يعني في ساعات نهار هذا اليوم الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر مروعة بحق المدنيين في مدينة غزة. أول هذه المجازر كانت في منطقة مخيم الشاطئ، هذا المخيم الذي يسكن فيه عدد كبير من السكان باعتبار أن هذه المنطقة منطقة آمنة، والجيش الإسرائيلي عندما يهدد سكان مناطق شمال قطاع غزة يهددهم بالنزوح لمنطقة غرب مدينة غزة. ومنطقة مخيم الشاطئ تعتبر ضمن المناطق الغربية لمدينة غزة وفيها عدد كبير من السكان، فيها عدد كبير من المنازل البسيطة في البناء. ونتحدث هنا على استهداف ما يقارب من 7 منازل دمرت بشكل كامل في منطقة محيط مسجد السوسي في المنطقة الغربية لمخيم الشاطئ غرب غزة. نتحدث هنا حتى هذه اللحظة رجال إسعاف، رجال الدفاع المدني يحاولوا انتشال إصابات من تحت ركام المنازل المدمرة أو الوصول إلى ناجين تحت ركام هذه المنازل، خاصة وأن قدرات الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول حتى إلى هذه المنطقة لأن الجيش الإسرائيلي دمر عدد كبير من مركبات الدفاع المدني وأعدمهم القدرة على التعامل مع هذا الكم الكبير من الدمار. هنا نتحدث على وصول مئات الإصابات إلى مستشفى المعمداني وهو مستشفى لا يتمكن ولا يقدر على التعامل مع كل هذا الكم الكبير من الإصابات، فيعني قد يستغرق الوقت لأكثر من أسبوع من أجل الوصول إلى ناجين أو مفقودين أو ضحايا تحت ركام المنازل المدمرة، خاصة وأن هناك ليس مجزرة واحدة في مدينة غزة بل مجزرتين، الثانية كانت في منطقة حي التفاح تم سقوط عدد كبير أيضا من الضحايا والمصابين في هذه العملية على منطقة حي التفاح. نتحدث هنا عن تدمير عدد كبير من المنازل بهدف الوصول إلى أحد القيادات في حركة حماس. الجيش الإسرائيلي قال في البداية أن هناك في المنطقة التي تم قصفها في المنطقة الشرقية نعم أسامة بالقسام وهو رائد سعد، وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي أن رائد سعد نجا من عملية اغتيال سابقة عندما توغل الجيش الإسرائيلي في منطقة غرب مدينة غزة وحصر مستشفى الشفاء في بداية شهر مارس من العام الجاري، ولكن نجا هذا المسؤول من هذه العملية. والآن الجيش الإسرائيلي يفحص ما إذا كان
تم اغتيال هذا المسؤول أم لا. حتى هذه اللحظة يعني يجري عملية نقل الإصابات، ولم يتم تأكيد على ما جرى في هذه المنطقة من الفصائل الفلسطينية أو رد على دعاءات الجيش الإسرائيلي. يعني حتى هذه اللحظة التركيز اليوم على منطقة مدينة غزة سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية، مع العلم أن مستشفيات في منطقة مدينة غزة تعاني من نقص الأدوية والأسرة وليس لديها القدرة التعامل مع كل هذا الكم الكبير من الإصابات، كما أن الدفاع المدني عاجز عن تقديم الخدمة أو محاولة انتشال المصابين من تحت ركام هذه المنازل المدمرة في مدينة غزة. طيب الوضع الإنساني في ما يخص المستشفيات والإمدادات لهذه المستشفيات، يقال بأنه الوضع سيء للغاية، إذن كيف يتم التعامل في ظل هذه الضربات المكثفة مع الحالات؟ يعني حتى هذه اللحظة ما تقدمه المستشفيات في مناطق شمال قطاع غزة هو إسعاف أولي. ليس لدى المستشفيات في مناطق شمال قطاع غزة الإمكانية على تقديم الخدمة الكاملة للمرضى والجرحى والمصابين الذين يصلوا بالمئات إلى المستشفى دفعة واحدة. أيضا نهار هذا اليوم تم عقد مؤتمر صحفي في مستشفى شمال قطاع غزة، وقد تتوقف الخدمات في مناطق شمال قطاع غزة. نعم. منطقة مستشفى كمال عدوان لأن الإمكانيات الطبية نفذت وليس لدى هذا المستشفى أي إمكانية للتعامل مع هذا الكم الكبير أيضا من الجرحى والمصابين في منطقة شمال قطاع غزة، حتى أن محطة الأكسجين الوحيدة الآن مهددة بالتوقف في ظل نفاد كميات الوقود الموجودة لدى المستشفى في منطقة شمال قطاع غزة. والحال أيضا ينطبق على مستشفى المعمداني والمتواجد في منطقة مدينة غزة، لأن المشافي في منطقة غزة وشمال قطاع غزة جميعها تخضع لعملية إدخال مساعدات عبر المنظمات الأممية، وهذا ما ترفضه أو هذا ما يرفضه الجيش الإسرائيلي بإدخال شاحنات لا مساعدات ولا أدوية ولا طعام ولا مياه، وبات شبح المجاعة يضرب من جديد سكان شمال قطاع غزة بشكل أكبر بكثير من المرة الماضية. في المرات الماضية كان هناك مجاعة ولكن تم استدراكها وإدخال مواد غذائية من المنظمات الأممية، ومن ثم عادت انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جباليا، وكل سكان مناطق شمال قطاع غزة الآن يعيشوا فقط على أكياس الدقيق الموجودة في الأسواق وفي منازلهم في ظل نفاذ كل المواد الغذائية من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل كبير جدا. شكرا جزيلا لك من دير البلح، كنت معنا مراسل الحدث أسامة الكحلوت، شكرا.